السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام، أهلا وسهلا بكم. توم زدت تقريبا كي كملت كتاب الإله العلم والأدلة فجر ثورة. في الحقيقة الكتاب ماهوش صعيب باش تقراه، سهل وواضح وما فيهش كثير تعقيدات. أنا كانت عندي قناعة إن الإنسان مهما كان أصله ومهما كان فصله ومهما كان دينه ومهما كان المعتقد متاعه، عندما يكون متعصب للفكرة متاعه يفقد المنطق عندما يحب يدافع على الأفكار اللي يعتقد فيها. وهذه الفكرة تزيد ترسخ لي يوم بعد يوم، خاصة عندما نقرأ كتاب كما هذا الواحد فرنساوي من المفروض يكون منطقي وعقلاني، لأن مع الأسف كثير من المسلمين بين قوسين دائما يستدلون بأوروبيين عندما يتفق مع الإيديولوجية بتاعه. إذن المشكل مش إنك تكون أوروبي أو من شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط أو تكون مسلم أو تكون مسيحي أو تكون أي حاجة أخرى. المشكل الكبير موجود في التعصب، عندما تتعصب الفكرة وتقدمها قبل المنطق وقبل العلم وقبل إنسانيتك. إذن كما وعدتكم باش نبدأ بسلسلة جديدة من الفيديوهات باش نحاول نقرأه مع بعضنا هذا الكتاب، ولكن خاصة نقده نقد منطقي وعقلي وحيادي، لأن المعتقد متاعي يخصني أنا فقط. هذه معناتها حاجة لازمنا نفهموها، إيماني يخصني أنا ما يخصكش أنت. فلهذا البحث يجب أن يكون دائما محايد، وعندما نحكي مع الطرف المقابل ما لازمش يكون الهدف متاعي أني نقنعه بفكرتي، وإنما نفهم فكرتي وأترك له الخيار أن يبلور بدورة الفكرة بتاعه. أولاً وقبل كل شيء أريد أن أقول إن كل ما سوف يأتي في هذه السلسلة من الفيديوهات مدعوم بالأدلة المادية الملموسة والتصريحات العلنية لكل ما يخص من كتب هذا الكتاب وشنو قال بالضبط عن نفسه وبالأدلة الحقيقية، يعني مصادر موثوق بها، مانيش باش نمشي للقيل والقال. لمن لا يعلم بهذا الكتاب نعطي فكرة ملخصة عنه. صدر هذا الكتاب أخيرا في فرنسا باللغة الفرنسية، وبالتحديد يوم 13 أكتوبر 2021 من قبل دار النشر جي تري دانيال إديسيون أو جي تري دانيال جروب، تحت اسم الإله العلم الأدلة بين قوسين فجر الثورة. شارك أو أعد هذا الكتاب كل من أوليفييه باناسيس وميشيل إيف بولوري. يتكون الكتاب من 532 صفحة، أي ضخم، ولكن الكتابة بتاعه باهية، يعني الحجم بتاع الحروف طيارة. ينقسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول يتكلم عن الأدلة المادية الحديثة، واختار 2 مواضيع. الموضوع الأول
هو علم الكونيات، وهو علم يدرس قوانين الكون وكيف ظهر الكون. والموضوع الثاني علم البيولوجيا، والذي هو يبحث الخلايا وظهور الحياة. أما القسم الثاني من الكتاب يعتمد على أدلة غير علمية مادية، مثل علم التاريخ والفلسفة والظواهر الطبيعية أو ما يطلق عليها الغير مفسرة اللي هو يسميها المعجزات. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا أهتم بهذا الكتاب؟ ونحن نعلم أن هذا النوع من الكتاب أو هذا النوع من البحوث ليس بجديد، فكل سنة يصدر العشرات منها وبكل اللغات ومن طرف جميع أصحاب الأديان والمعتقدات، وذلك محاولة منهم لإقحام العلم التجريبي المادي لإثبات معتقدات غير مادية، ويستعملون كل المغالطات العلمية والمنطقية لكي يثبتون صحة معتقدهم، وهم يعلمون جيدا أن ما يقومون به لا ينطلي إلا على المغفلين والجاهلين بالعلم المادي التجريبي وبالمعتقد الذي يعتقدون فيه. صحيح أن ما يقومون به سوف يمنع الكثير ممن ينتمون لهذه الأديان أو هذه الإيديولوجيات من الخروج منها أفواجا، ولكن لا ينطلي ذلك على من تحرر من وهم الأديان. إذن نعود مرة أخرى للسؤال المطروح، لما أنا مهتم بنقد هذا الكتاب بالذات؟ الجواب سوف أذكره من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى، يجب أن نفهم جيدا أن هذا الكتاب يعتبر كتاب تجاري، إذن بيع أكبر عدد ممكن من النسخ هو من إحدى أهداف هذا الكتاب، وذلك نلاحظه قبل صدور الكتاب، حيث تمت الدعاية للكتاب عن نطاق واسع بإمكانيات مادية هائلة وبحرفية دقيقة. فإن قبل صدور الكتاب بخمسة أيام كتب عنه مقال في مجلة فرنسية معروفة، صحيفة لو فيغارو، يوم 8 أكتوبر 2021، حيث تم تخصيص الغلاف الخارجي للصحيفة لمقال قد كتبه شارل جيغو. والذي لا يعرف شارل جيغو، وهو مراسل وصحافي بارز في السياسة ومعروف ككاتب في عمود صحيفة لو فيغارو، ظهر لأول مرة في جريدة لو بوان عام 2001، وبعد ذلك انتقل إلى الفيغارو عام 2005، وهو يحسب على اليمين، ليس اليمين المتطرف، على اليمين بصفة عامة. شارك في تغطية أخبار الإليزي خلال ولاية ساركوزي، ونشر كتاب عن إدارة الأزمة بقلم نيكولا ساركوزي الذي هو الرئيس السابق لفرنسا. ولم تتوقف الحملات عن هذا المقال، بل تتابعت الحملات الدعائية على كل وسائل التواصل الاجتماعي على أوسع نطاق، وفي وسائل الإعلام السمعية والبصرية، وطبعا الكتابية. وكان الشعار الرئيسي للدعاية للكتاب بأن العلم يثبت وجود إله، وهو عنوان كما ترون يجذب فضول المتدينين، خاصة أو الذين منتمين لدين معين ولهم شكوك حول وجود إله.
ولا ننسى الأموال الطائلة التي صرفت للدعاية من طرف ميشيل إيف بولوري، وهو رجل أعمال سوف نتحدث عنه. ثانياً، لقد تم تقديم الكتاب على أنه كتاب محايد، وأنه يبحث في الإله كمهندس للكون أو كخالق أو صانع للكون من الناحية العلمية، وهذه أكبر كذبة، لأن عندما نقرأ الكتاب نجد خلاف ذلك، ولا وجود للحيادية، بل هو يدعو بصفة صريحة إلى إله اليهود والمسيح، وهذا ما نتأكد منه عندما نعلم مباشرة أن أحد مؤلفين الكتاب الذي هو أوليفييه بوناسيس هو مبشر كاثوليكي وله جمعية مسيحية في إسرائيل ولديه موقع إلكتروني مسيحي، وهو يعتبر من المواقع التبشيرية الكبيرة في فرنسا، أي ليس مجرد مسيحي فقط وإنما مبشر وناشط، وسوف نتحدث عنه أيضا. ثالثا، دار النشر الذي أصدرت الكتاب، وطبعا لمن لا يعلم إن دور النشر في فرنسا وفي العالم بصفة عامة كل واحدة عندها اختصاص معين ولها سمعة معينة. هناك دور النشر مهتمة بالأمور الأدبية أو الفنية، ودور نشر مهتمة بالتاريخ، وهناك دور نشر مهتمة بالعلم التجريبي، وهناك دور نشر مهتمة بالأديان بصفة عامة أو بدين معين، وهناك دور نشر مهتمة بالروحانيات والعلوم الباطنية والسحر والمعتقدات الشرقية والأكل الصحي وغيرها من الأمور، وهي علوم تعتبر غير صحيحة. ودار النشر الذي أصدرت هذا الكتاب هي من هذا النوع، فمن المستحيل أن يصدر مثل هذا النوع من الكتاب من دار نشر علمية، لأن ذلك سوف يضر بسمعتها ومصداقيتها، كما لا يمكن أن يصدر هذا النوع من الكتاب من دار نشر مهتمة بالمسيحية، لأن المسيحية تريد أن تبقى معتقد وإيمان شخصي، ولا تريد أن تدخل في هذه المعمعة في استعمال العلم لتفسير الإيمان أو العقيدة. رابعا، عندما شاهدت مقدمة الكتاب من طرف روبرت ويلسون، وهو عالم كونيات وحصل على جائزة نوبل للفيزياء ويعتبر عالم ذو مصداقية علمية كبيرة، مما يجعلني أتساءل كيف عالم بهذا المقام يقحم نفسه في خرافات من هذا النوع، وخاصة أنهم في الكتاب يقدمونه في أول الكتاب، يعني في أول الكتاب حاطين تصويرته، في أول الكتاب حاطين تصويرته وحاطين المقدمة بتاعه لكي يهمون الناس أن لكتابهم مصداقية عالية. وطبعا في كل مقابلة يقومون بها يذكرونه ويركزون عليه في كل مقابلاتهم على أنه عالم، معناتها علم الكونيات، وأنه ماخذ جائزة نوبل للفيزياء، وهذا طبعا لمخادعة الناس العاديين. عندما اطلعت على المقدمة الذي كتبها روبرت ويلسون وجدته يركز أكثر شيء على صحة المعلومات فيما يخص علم الكونيات، ويقول يمكن أن يكون للوجود يعني صانع ويمكن له، لم يؤكد، أما قال لو أشخاص معناتها يجدون راحة بذلك ما يقلقش، وهذا منطقي، يعني إنسان معناتها يعتقد أن للوجود إله هكذا في المطلق ما يقلقش، المشكلة عندما تربطه بدين
أو بعقيدة أو بإيديولوجية، ولكن لم أكتفي بهذا القدر وذهبت أبحث هل بالفعل هو كتب ذلك وشنو رأيه في الكتاب بأكثر تفاصيل. وضحت على مقال في الإكسبريس يقول إنه نادم على ذلك وإنه لم يكن يعلم نية الناس اللي كتبوا الكتاب، وإنه اطلع على جزء من الكتاب وليس مجمل الكتاب. إذن هو نادم اللي كتب مقدمة الكتاب كما هكا على خاطر يضر بصمته، وهذا طبعا نعرفوه في المستقبل، يعني أكيد سوف يعترض على ذلك ويمكن يسحب المقدمة بتاعه في النسخة القادمة. وطبعا ما نجمش نعرف التفاصيل، هذا معناتها على حسب ما يسمى صحيفة الإكسبريس. خامسا وأخيرا، منذ بداية تتبعي للكتاب كنت أتصور، وذلك على حسب أقوالهم، إنهم قرروا كتابة هذا الكتاب بعد إحصائيات وقعت في فرنسا تثبت أن 51% من الفرنسيين لا يؤمنون بإله، وأن حججهم هو العلم. فقرروا بحسن نية على حسب قولهم بكتابة كتاب لكي يثبتوا أن العلم والاكتشافات العلمية الأخيرة أثبتت على حسب قولهم أن للكون خالق أو صانع. إلى هذه اللحظة لم أهتم بالموضوع، لأني أعلم أن أغلب الملحدين في فرنسا وخاصة الطبقة المثقفة هم أناس منطقيين ولن تنطلي عليهم هذه المسرحية، وأن الكتاب سوف لا يجد مكان إلا عند الذين يعتقدون بدين أو عقيدة. وكنت متأكد أن الملحدين المنطقيين سوف ينقدون هذا الكتاب وسوف يتكلمون عنه ويظهرون الأخطاء الذي موجودة فيه، وبالفعل حصل ذلك في عدة فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب. ولكن أخيرا سمعت أن الجزيرة قامت بدعاية للكتاب، وبدأ المسلمون يستعملونه كدليل علمي يثبت وجود الإله، طبعا هنا هم يقصدون إله محمد، ويواجهون به الملحدين المتكلمين بالعربية من شمال أفريقيا والشرق الأوسط بحجة أن هذا الكتاب هو كتاب منطقي وعلمي وصادر من فرنسا، وهو يعتبر بالنسبة إليهم دليل على وجود إله. طبعا هم يأخذون إلا الجزء الأول من الكتاب ولا يتكلمون عن بقية الكتاب، لأن بقية الكتاب وبصورة واضحة يدعو إلى المسيحية وإله اليهود، فهم يكتفون فقط بالجانب العلمي لكي يستدلون به على الملحدين في منطقتنا إن هناك إله. حينها قررت أن أشتري هذا الكتاب وأن أقوم بنقده باللغة العربية لكي يصل للجميع، وأتمنى أن يكون نقدي بطريقة علمية ومنطقية محايدة بعيد على اعتقاداتي أو إيماني الشخصي، وكل شخص بعد ذلك ينظر ويفكر ويقرر هل هذا الكتاب يمكن أن نطلق عليه كتاب علمي؟ لا. هل يمكن أن نطلق عليه كتاب تبشيري؟ نعم، لأن من أول الكتاب إلى آخر الكتاب انطلق من فكرة أن إله اليهود وإله المسيح هو الحق، ووظف كل ما هي أفكار منطقية وعلمية للمصلحة الذي يريد أن يصل إليها. أتمنى أن أوفق في ذلك وأكون محايد في النقد، ونلتقي في فيديو قادم. شكرا على الاستماع، شكرا على التشجيع، وشكرا على التوزيع، ومع فيديو قادم بالسلامة.